اليوم احنا دائما عندنا في الغالب يكون لمسة وفاء في البرنامج. اليوم لمسة الوفاء بتكون باتصال هاتفي مع إعلامية كلنا تعلمنا منها الكثير. انا شخصيا كنت يوم من الايام اتمنى اني اتكلم معها. الإعلامية سلوى شاكر، حياك الله. هلا مرحبا، السلام عليكم. اول شيء خوفتينا عليك والناس يقولون مريضة، احنا قلنا لا ان شاء الله ما هي مريضة، فنبغى نسمع صوت. لا الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. كيف الواحد يمرض وفي ناس كلها بتحبه زي كذا؟ ايه لا طبعا طمنيني يعني عليك. الحمد لله طيبة الآن، صحتي طيبة، وبس هي يعني إن شاء الله عملية بسيطة بكرة إن شاء الله يتم إجراءها. أي. وتعرف يعني في عوامل كثيرة، منها يعني إن الواحد اشتغل الحمد لله كثير كثير في حياته، فبعد الفترة لما يريح تبتدي تطلع عاد الأشياء اللي بعد الشغل. الله يستر، يعني الواحد إذا بدأ يريح بكرة يصير عنده مشاكل. أي انتبه لنفسك. الله يستر. أنا والله كنت حريص جدا إني أسمع صوتك، وانت استاذه لنا واحنا نتعلم منك كثير. الله يسلمك. وما لا يمكن الواحد يكبر طالما ما كان وفي مع ناس اساتذه لو زيك. الله يسلمك ويسلم الجميع. والله ونبغى نطمن عليك ايضا يوم الاحد ان شاء الله بعد العمليه ان شاء الله باذن الله، يعني ان شاء الله ربنا يسهل. الله يطول عمرك وتخلص الامور ان شاء الله على خير. الله يحفظك. وهذا شيء جميل جدا منكم يعني فعلا. ما لنا فضل انت استاذتنا يعني. الله يسلمكم ويرضى عليكم جميعا ويوفقكم كمان يعني. تسلمين دك. الله يعطيك العافية. شكرا لك. تطور جديد جميل جدا في برامجكم. هذا حق لنا أختي الأستاذة الكبيرة سلوى شاكر، شكرا جزيلا لك، وقدامك الصحة والعافية. استودعكم الله، لنا موعد يوم الأحد بإذن الله كنا من الأحياء. مع السلامة.